أستاذ نصر، أهلا وسهلا بيك في موقع أخبار اليوم، وألف مبروك لكتابك. الله يبارك فيك. سلام. أنت وأنت بتحول السيناريو لكتاب مطبوع، هل ده تعبير عن إحباطك من أنك تلاقي منتجين أو ناس يساهموا في حل أزمة السينما؟ لا، ده تغيير تكتيكي، أنه دايما يعني أن الواحد لما بيكتب سيناريو بيبقى بيدور على إنتاج، فالمسائل صعبة شوية في حكاية أن أنت تعملي أفلام زي ما انت عايزاها، فما كانش في حل غير ان انا يعني اعمل تكتيك مغاير، ان انا انزله بقى كتاب وبعدين ابتدي اسوقه سينمائيا. يعني هل لو حضرتك كنت لقيت منتج مستعد ان هو ينتج دلوقتي، كنت هتلجأ للخطوة دي؟ مستحيل، لا طبعا ما كنتش هنزله كتاب. طب حضرتك ممكن تدينا فكرة عن اخر نفس بيتكلم عن ايه او بيناقش ايه؟ بيتكلم عن الحياة والموت، ان الحياة احنا مش بنهدرها من غير ما نحس بيها خالص، وكل اللي احنا بنعمله ان احنا بنجري من غير ما بنستوعب احنا عايشين ازاي والحياة قيمتها ايه بالنسبة لنا. فانا الفيلم النص ده بيتكلم عن قيمة الحياة، مش عن الموت خالص. يعني دعوة للحياة، دعوة شديدة للحياة. طيب ما فكرتش تحول أعمالك دي لإخراج وتخرج أنت بنفسك أفلامك؟ ما هو المشكلة أن أنا ما عنديش رغبة الإخراج دي خالص. أنا السيناريو بيخلص ببقى خلاص، أنا خلصت عملت اللي عليا، ببقى كأني واحد يعني خلاص يعني انبسط، فما بنبسطش أنا بحاجة تانية. حتى لوكيشن ما بروحش، يعني ما الفيلم بيتصور غالبا ما بروحش التصوير. طيب الوضع السينمائي الموجود دلوقتي هل مسبب لك إحباط كواحد من الناس اللي عملوا أفلام من أهم الأفلام اللي عملتها السينما المصرية؟ طبعا إحباط شديد كمان. لكن بعد 30 يونيو تعتقد أن الدنيا ممكن تكون أحسن أو متفائل للفترة اللي جاية؟ يعني متفائل، لازم أبقى متفائل، ما عنديش خيار، لكن الحكاية صعبة جدا. يعني إنتاج فيلم دلوقتي بقى يعني محتاج قوة جديدة من المنتج وجرأة من كذا، خصوصا لو انت عاوزة تعملي فيلم مغير. بعد 30 يونيو حصل حاجة، ان الناس فاقت بتبتدي تتحرك. الفوقان ده المفروض يواكبوا حاجات تانية لسه ما حصلتش، يعني لسه ما فيش حركة انتاجية كويسة، لسه ما فيش ممثلين جداد، لسه ما فيش يعني لهفة ان الافكار اللي بقت على الرصيف دي افكار كتيره جدا جديده انها تترجم وتتعمل الافلام لسه. طب استاذ ناصر، حضرتك ازمه السينما هل ممكن العامل الرئيسي فيها عزوف المنتجين ولا الاجور الباهظه للنجوم، اللي بقى النجم هو تقريبا المتحكم الاول واغلب ميزانيه الفيلم بتروح له؟ السبب في المشكله بتاعت ازمه بتاعت السينمائيه دوره الانتاج. يعني كل فيلم كان عنده دورة ربحية معينة، الدورة دي مرتبطة بالشاشة بتاعت السينما ومرتبطة بالشاشة بتاعت التلفزيون ومرتبطة بالسيديهات وبتاع. لما سوق الكاسيت زمان اتضرب، ما بقاش في سوق كاسيت والسيديهات اتضربت، وابتدت الأفلام بتتعرض من السينما على النت على طول مسروقة، ابتدت تفك شوية اللي هي الدائرة الربحية اللي المنتج بيجيب منها واحدة واحدة. ما بقاش ليه حل غير ان هو ينزل، رغم انه بيتعرض على النت ان هو يجيب فلوس في السينما. الحاجه الثانيه ان شاشات التلفزيون تدي له فلوس، شاشات التلفزيون بقت تعرض وما بتدفعش فلوس، فبالتالي هو مضطر يستنى سنه وسنتين، فالدايره بتاعت وسعت شويه يعني بقت بطيئه، فالمنتج جري. يعني ايه اللي هيخلي واحد يدفع من 8 ل 10 مليون عشان يعمل فيلم يرد الفلوس بتاعته بعد سنتين ثلاثه اربعه؟ احنا متشكرين جدا لحضرتك، الف شكر. شكرا، تحت امرك.